اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال كما عودناكم في كل حلقه لسه في رجل الاعمال معنا اليوم رائد الاعمال المميز المحامي الاستاذ مزيد من مزايا أنا اهلا استاذ مزيد يا اهلا وسهلا فيك شباب بدايه مقدم لك ترحيب خاص من اي بي سي برنامج رواد الاعمال بدايه ممكن تعرفنا المزيد عنك تعرف المشاهدين كيف كانت بدايات مزايا يا اهلا وسهلا فيكم شرفتونا انا اسمي زياد البكري أه سوري الجنسيه الاصل محافظة حماه والمقيمين في مدينه دمشق خريج أه كليه الحقوق أه مارست مهنه المحاماه بسوريا لمده 20 عام متواصل أه بعدها أه قررت اني انتقل لمجال عمل ثاني أه خارج سوريا أه فكان اختياري لدولة الإمارات أه بعد دراسة لهذا الموضوع أه لمدة طويلة باعتبار أنه أنا في زيارات سابقة للدولة من زعام تقريبا 2003 أه سبب خياري للدولة هو أه الحضارة التطور أه الأمن الأمان القوانين والأنظمة المرعوية بالدولة سهولة البيئة الخصبة اللي بتوفر لأي شخص حابب يستثمر الموجودة بهي البلد البيئة الخصبة هي أساسا شغلتين يلي هن بداية هو الأمن والأمان ثم القوانين والأنظمة المرعية وسهولة الحصول على التراخيص وجميع الخدمات المقدمة داخل الدولة مجال العمل اكيد هو بعيد عن بدايه هو بعيد عن دراستي وبعيد عن عن اختصاصي الاساسي بس هذا ما بيمنع انه اي انسان عنده موهبه يقدر يوظفها ويستخدمها بالطريقه اللي هي مناسبه بالنسبه له وللبيئه اللي بده يفتح فيها المطعم هو حديث العهد نساو أه صمم بطريقه انه يخدم الفئه الفئه معينه اللي هي الفئه العربيه بالدرجه الاولى وباقي الفئات الموجوده بالدوله المطعم اساس تصميم المنيو تبعه هو الاكلات السوريه بشكل عام والشاميه الاصيله بشكل خاص تم اختيار اللوكيشن والموقع للمطعم آه بما يتناسب مع نوع الكونسيبت ونوع الاصناف اللي بدها تتقدم باعتبار منطقه ديره هي منطقه من اقدم المناطق في اماره دبي آه تم اختيار اللوكيشن بمنطقه آه حديثه العهد المنطقة البناء الموجود في المطعم والأبنية المحيطة هي مشروع جديد منطقة أعمال منطقة بيزنس فيها بعض الأبنية السكنية المنطقة بيرتاد عدد جيد من الزوار ورجال الأعمال باعتبار أنه هي عصب أو من أحد أعمدة الاقتصاد في إمارة دبي بسبب تنوع الأسواق الموجودة فيها والأسواق سواء التراثية أو الأسواق الحديثة الكادر هو كادر سوري احنا بنعمل كفريق واحد ما في عندنا فرق بين صاحب عمل وشيف باعتبار إنه المجال هو الأكل أو الموظفين داخلنا كعائلة واحدة أه، مبلشين خطوة بخطوة لحتى نوصل للهدف استاذ مزيد ممكن تخبرنا عن الأطباق والوجبات اللي تميز فيها مطعم غزة هلا الأطباق اللي اللي بيتميز فيها المطعم أه، ما في شيء محدد احنا عم بيتميز فيه بس نحن الهدف من وراء المشروع أو المنيو اللي اللي قامت عليه فكرة المشروع هو الأكل الشامي والسوري الأصيل الاكلات المتعارف عليها او المنتشره في اغلب المطاعم اكيد هي موجوده بالمطعم بس في شيء مميز عنا مثلا فينا نحكي مثل موضوع الكباب نحن هذا اللاين او هذا القسم الموجود عندنا نحن ان شاء الله متميزين فيه سواء من حيث الجوده من حيث الكواليتي من حيث الطعم من حيث حجم الوجبه اضافه هيك في آه منيو اخر او في بعض الاصناف الثانيه اللي عم تنزل تباعا اللي هي المناسف السوريه اللي اللي بتتضمن آه انواع متعدده ونكهات متعدده من الرز آه انواع من الفريكه اللي هي اللي احنا المطبخ السوري متميز فيها آه موجود عندنا آه قسم المشاوي قسم المعجنات بشكل كامل الصفائح الشاميه الاكلات اضافه لهذا كله آه في آه خطة أو في آه توجه معنا لحتى نبدأ بتنزيل شيء اسمه طبق يومي الطبق اليومي اللي هو بيتضمن أكلة أكلة أكل رئيسية طبخة رئيسية اللي هي من طبخاتنا السورية آه بتتقدم مع آه نوع من أنواع الشوربات والسلطات ونوع آه من الحلويات كوجبة متكاملة أه توصل للعميل او للزبون بداخل أه بوكس داخل علبه بشكل منظم وال والسبب لاختيار هذا الطبق هو انه قدر تخدم المنطقه المحيطه باعتبارها منطقه بزنس فالعميل بهي المنطقه ما له قادر يترك مكان عمله ويجي على المطعم ليجلس لمده او او ياخذ وقت استراحه او رفاهيه فاحنا الخدمه بنقدم له هي ايصال هذا الطبق بشكل كامل ومتنوع لمكان عمله واضافه لبعض لبعض الاصناف الاخرى اللي ستنزل تبعه. هلا الهدف المستقبلي دائما اي انسان عنده طموح هي افتتاح فرع اخر للمحل للمطعم باعتبار اماره دبي اماره ساحه جغرافيه كبيره على تعداد السكاني في عالي فالمطعم ما نو قادر يخدم بعض الفئات يعني في بعض الأحيان بيتم طلب بعض الوجبات من أماكن بعيدة فنحن نقدم الاعتذار للزبون لأنه إحنا ما قادرين نوصل له منطقته بعيدة حتى ولو كنا قادرين نوصل له ما بنقدر نقدم له الطبق بنفس الجودة إذا كنا في منطقة قريبة فالتوجه القريب إن شاء الله هو فتح افتتاح فرع آخر للمطعم بمنطقه اقدر نقدر نخدم فيها قاعده او او عملاء اضافيين استاذ مزيد بدنا نعرف ليش تركت دوله الامارات خصوصا دبي لتبدا فيها رحلة عملك اول شغله هي اهم شغله واللي هي اساس اي شيء بالحياه سواء بالعمل سواء بالحياه المعيشيه سواء باي مجال هو الامن والامان الامن والامان المتوفر في دوله الامارات بشكل عام في كل الامارات هو اساس او هو البيئه الخصبه لاي لاي عمل تجاري او بزنس. السبب الثاني بعد بعد الامن والامان هو القوانين والانظمه المرعيه في الدوله سهوله الاجراءات اذا بدنا نحكي لمجال البزنس والعمل دوله الامارات هي من الدول بتوقع هي القليلة بالعالم اللي هي صفر ضرائب فهذا كثير بيساعد بموضوع البزنس بيساعد بهذا الموضوع إضافة للخدمات اللي هي تعتبر يعني من أرقى الخدمات الموجودة ما بدنا كثير بس أنا فيني أقول كتجربة شخصية من أرقى الخدمات الموجودة في المنطقة وبالعالم كمان أكيد إحنا ما فينا ننسى أو ما فينا نعبر عن جزيل الشكر والامتنان لحكومة الإمارات بشكل عام بداية الشكر بيكون لروح مغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل آه هيان طيب الله وسرى ومن بعده لرئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آه آل هيان وأكيد الشكر الخاص لسمو الشيخ آه الله يطول بعمره الشيخ محمد بن راشد اللي هو عراب وراعي النهضة في إمارة دبي يلي هي مستمرة وبشكل متسارع اللي هي مثال يحتذى به واللي أغلب دول العالم عم تحاول تطبق التجربة الإماراتية والتجربة أكيد هي ما عم توقف وبالذات دبي إمارة دبي هي من الإمارات اللامعة في على مستوى العالم ضافة لكل, لكل الإمارات في دولة الإمارات العربية بالنهايه ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع مطعم بزار. هلا نحن مطعمنا موجود في منطقه ديره سوق الذهب الجديد أه شارع الخليج مقابل أه اوتيل ايبس ستايل أه البناء مريم بلازا أه ارقام التواصل هي 0 4 911 هذا الرقم متوفر لاند لاين ومتوفر عليه واتساب. شكرا جزيلا لك دائما التوفيق والنجاح ونحن مسكركم واهلا وسهلا فيكم شرفتكم الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير وفي امان الله